وسهلا مشاهدينا الكرام، تحياتي من هذا المنبر خوتي الاعزاز، شكرا على اللايك ديالكم والاشتراكات ديالكم. نعتذر من البارح، يعني مشانا صار ديال التليفون كنا ندير واحد اللايف، كنقدم اعتذار للاخوان ديالنا اللي كيتبعونا، شكرا بزاف. كنا خارجين على مدينه فواحد البلاصه ما كاينش تما في التارجي تليفون، وحنا ما رديناش البال باتري تاعنا، احنا عطله هذه. وشكرا كنعتذروا على اللايف ديال البارح. خوتي الاعزاز، غادي نهضروا على الكاسو ديال هذا علي وبا، وغنهضروا يعني على محمد الازرق. يعني محمد الأزرق، يعني شوف سبحان الله العظيم كيفاش يعني الناس ما كيكون عندهم محنية يعني مع الناس الآخرين داروا فيهم الخير. يعني محمد الأزرق يعني هو وانتار، وكانوا باركين عليه من جهة الآخرين، يعني هما بغاوش بغاو يطيحوا في الفاق، ولكن محمد الأزرق يعني دار واحد الشجاعة وشاف الخير وفكر باللي علي دار فيه خير ويصل عملت فيه خير. ويعني غادي نعملوا له واحد التحيه يعني على الرجوله ديالو، ملي الانسان كيعتذر لعمو هادي يعني كيعترف بالحق اللي الحق ديال عمو اللي تظلم فيه، والشرف ديال الوصال وهادي. يعني هذا كيبقى الشكر يعني للعائله الازرق، وعزيزه دابا حتى هي خرجت، والفضل كيرجع للحاج. يعني الحاج يعني فضح يعني هاد القنبوله اللي دار يعني الحاج على حمو الميريكان، يعني راه الحجه والحاج هما اللي دايرين فيه الخير باش عطاوه فين يسكن. يعني هذا هو المشكل. شو يعني شوف على الزريعه يعني، وعلى ناس اللي كيفاش الحاج والحجه اللي عطاكم بتسكنوتهم وخرجوا لهم ولد معالي من تما. يعني الحاج مسكين طلع له حتى السكان، الحجه الضحاج، هاد الناس هادو يعني ما فيهم خير. يعني الناس كتشوف يعني كنقولوا الحمو الميريكان، يعني انتوا كيفاش انتوما الحجه اللي كتخلي كتعطي الخاك يعني ضو خضار يضرب في الحجه، يعني كاين عشاء يعني حساب بواحد الكلام يعني وشي هو هذاك، يعني ما نقدرش يهوديات طالع. يعني هاد الناس هادو هاد حمو الميريكان يعني عملوا واحد الشيء ما 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 فهمي. حتى الحاج مسكين راك تشوفه هو فضح، يعني هاد الارض اللي ساكنه حمو الميريكان يعني با ديال عالي بحال هذا اللي قال لك دخلناهم القتال قالوا خصهم حقهم في البقر. وما هادو يعني حمو الميريكان الحاج يعني بعد عالي ولا هاد الحجة اللي كيخليو خاها ديال الميريكان كيتسب فيها، واللي كاين عتاب اليهودية ولا المعتياش، يعني حشومة على كيتشوف على بشر. باش كنا نهضرو شحال هادي كندافعو على ويصال وعالي، يعني ناس ديال الخير، ناس شوف الحجة يعني هي اللي عطاتهم يسكنوا على ديك الأرض. يعني هادوك الناس ما عندهم تما والو باش نقول لك عالي زول علينا البير، وراك انت فهمت عباه ورفت عند الام ديالو، راه الام ديالو عندها عالي بحال اللي حادي لها عينه وما تحادي لها شي. يعني واحد الانسان يعني مرضي الوالدين عالي، وحتى ويصال يعني كيبغيوها. راه هو الحاج دابا يعني فرقع الرومانة، وقال لك يعني باللي حمو الميريكان يعني ساكنين في ارضي، دابا خصهم يطيحوا ديك الجوله جراج ويمشوا يشوفوا فين يسكنوا. دابا فاش بقيتوا نتوما بقيتوا في العيب، يعني بحال دابا الناس دخلوكم حالكم. دابا حنا كنا نقولوا حالكم غير القناه وهذه احسن من الارض ديالكم ولا ضباكم ولا، وانتوما يعني ساكنين في الارض ديال الحجه وانتم كتعطي الخاكي يسب في الحجه. حشومه يعني انسان عطاك سكنك حلك قانا هذه، علاش كنا حنا ندافعوا؟ وشوف الناس ديال الخير هذا عالي، علاش ما خرجتي يفرقع هذا الرومان؟ نقول لك اسيدي هذيك الارض ديال الام ديالي ديال الحجه، على داك الشيء حنا كنا ندافعوا على الناس، الناس ديال الخير، الناس كيحشموا الناس طيبين. هذا بقى عالي شوف ولا يعني ما قدرش يقول ديك حمو الميريكان، يعني انتم ساكنين في الارض الوالد هذا وخصكم تخويو لي مهنه. علاش غنجي لعند الام ديالو يقول لها شوف هادو، شوف هو شوف على انسانيه وعلى اخلاق فهاد عالي. ونهضروا على محمد الازرق، يعني دابا جا كيفاش يعني الانسان شوف الحق كتبان. حنا يعني الناس اللي كينتقدوا وكيدافعوا على عالي ويصال يعني بحق، هو الحق قال لك زهق ظهر الحق وزهق الباطل. يعني ملي
دابا شافوا يعني جاو معطلين جاو هادي، ولكن مني ما فهمناش يعني المشكل كيفاش كان. كما قال هو ديك الانسان محمد الازرق ملي جا عند عمو قال له ديال المشكل والمشكل كيخدموا دور الشياطين، يعني كيمشيو لعند محمد الازرق كيقولوا له عمك اش قال فيك واش شغل الشياطين واش هذا ما كاين منه والو. كيجيو لعند يعني يعني كيمشيو عند عالي وهادي يعني كيخلطوا عليه الناس. هذا ما كيمشيو لعند ديك محمد الازرق كيقول له عالي اش قال اش قال واش قالوا فيك قالوا عليك، هو اخر كيحكز هو ماشي ما كاين ماشي صحيح. فهمتي شغل ديال الشياطين بحال شغل ديال شماته شغل ديال الحاج رباج هو الحاج قال لك هو يعني كيعاونو كيف تربى معاه فحال يعني كيقول له قرا وكي يعني الحاج راه الناس ديال الخير الحاج عنده تبارك الله الخير والخمير اش بك الناس ديال الخير كيحشموا، ولكن مني الناس هادو ما كيحشموش ارحموا امريكا كامل. انت بس خلي يعني واحد الانسان دنقي خوك يعني يسب الناس اللي عطاكم فايده بنيو عطاكم فايده عيشوا كيعاونوكم يعني عاودوا ولد يعني بجوج بهم. دابا الحاجة عطاتكم دبنيو تما هي عدات بنات تما انتما بغيتو دابا ترحلوا عالي من تما باش نتوما تبقاو شكون نتوما. هو هذاك الحاج راه ولد هذاك انت ما يبغيشي كتهضر لي على الدلو ديال عالي غلاق الدروش من دلو عندك انت تما. هو خرج حاجه يقول لك حيد اللاجورات ديالك جيب شي تربح على اللاجورات وطلع على الارض دبك راه فيني فوق الشانطي. يعني الحاج راه طلع على السكر جوج دقرا يعني والحاجه مسكينه طاحت مشات الطبيب راه في السبه ديالكم نتوما. وشوف الناس على عائله العائله الازرق يعني هاد الحاج جاو الحاج يعني ناس طيبين هذاك صبروا زعما يقول ربما يعني هاد حمو الميريكان يقدروا يتراجعوا يسكتوا ديك هما ما مشاو للواد لا وعطاو لديك الانسان باش يهضر يعني راه خلصوا. هذا كيمشي غير هذا كيمشي بحال بحال الطاكسي كيمشي غير بالفلوس الا ما عطيتوش ما يهضرش يعني معروف هذا واش قدام اخر في قهوه غادي يعني انت هادشي كامل من تحت راس حمو الميغول الميريكان. يعني انت دابا بتحدي ساكن انت في العر ديال الحجه وانت كتخلي خوك كتقول له يعني باش يخطف في الحجه ويخطف في العائله كامله يعني حشومه بزاف. تحياتي لعلي وصال تحياتي يعني الحقبان يعني وهادشي هذا اللي كانوا الناس المنتقدين اللي كان شماتها هو التفضاح تاجاد محمد الازرق يعني اش قالوا عين السباع وما عاتياش كرة السباع ولا شي حاجة هيدا يعني اللي تيتسمى هو كيضرب. حنا شوف دابا كنا نقولوا كندافعوا على المرأة المغربية وطيح بالشرف ديال المرأة المغربية وصدق هو انت كتشوف يعني قال لك اللي حفر شي حفرة كيطيح فيها يعني هاد الثامن يقول كيعاير النساء هادو ما عتياش هادو الشرفات هادو عاهرات هادو يعني. ودابا انت وجا الراجل قال لك راه فكر هاد كرة السباع ولا ما عرفتش شنو اللي يعني هاد المعنى هادي كتعني يعني الزرافة يعني على حساب شي اللي على حساب الزوجة ديال الانسان ديال هذا هو المشكل. يعني انت كتضرب الناس الاعراض الناس ولكن من خصك تحترم. احنا المرأة المغربية وخا المرأة ديالك غنحترموها ما خصناش احنا كاع هادشي هذا يخرج لا المرأة ديالك ولا اي مرأة مغربية ولا حتى الميريكان ولا يعني احنا نحميو المرأة المغربية. ولكن انت سبقتي يعني خرجتي العيب يعني كبير في وصال وفي نساء اخرين وفي اطفال. خوتي العزاز ما نطولش عليكم تحياتي للحاج والحاجة ناس طيبين ومع الاسف يعني تاسفنا للحاج بزاف يعني راجل كان مزيان وهادي ودابا طلع له السكر جوج كرام وهادي بسبب هاد المشاكل فهاد الشماسه اللي كيخطف العائلات وكيطيح في الاعراض وهادشي كامل ماشي من حمو الميريكان. يعني علاش يديروا هادشي هذا فين في العائله ديالهم يعني بحال دابا الناس طاوكم دبني وطاوكم تقنو طاوكم حلكم قانا يعني شي عائله هذه شويه من نقصة يعني هذا هو الحال. شكرا خوتي العزاز ما نطولش خوتي العزاز يعني الناس اللي كيبغيو عالي يبارطاجيو هذا الفيديو باش يوصل يعني الصوت ديال الحاج. الحاج مسكين راه طلع له السكر جوج كرام. وتحياتي يعني العزيزة ومحمد الازرق يعني انتوما ضروري خصكم تحميو. انا شحال هذه الفيديو لاحظت بها تشوف الوالدين ديالكم اللي كي يعني
انتوما خصك تشوف واخا انت عالي عندك مع خلافات ولا هذه، وراه الام عزيزه هي اللي كتضرب هنا، تقدر مسكينه هي تحت الحاجه، هو كان مسكين الناس وكيوقف معاكم، وهذه دابا هو طلع جوج غرام سكر، شفتوهم فاعل يعني، يعني مسكين عيا صبار عيا صافي مفاجر فرع الرومانه يعني قال الحقيقه. هالناس هادو صبحوا هما غير مزورين وغير يعني غير مشي زعما ديك الارض، وكيهضروا على الدلوش وعلى ناس، شوف على كارة، شوف على عقليه، شوف على 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 على, 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 على قلب عند الناس هادو. يعني شوف اخو عطاك دبنيك ابن حليك القانا تعاون معاك، يعني في الاخر شوف على 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 خلق الله هذا. خوتي العزاز الله يعطي الصبر للحاج والحجه وعلي ويصال، يعني كما كيقول واحد المثال يقول يعني الله جاورنا مع شي ناس يعني ماشي في مستوى، احشرنا مع شي ناس يعني، هذا هو المشكل اللي كاين. وتحياتي تحياتي اخوان اللي كيتبعونا اللي كيبغي ويصالوا علي يعني يبارطاجي هذا الفيديو باش يوصل الصوت ديال الحاج والحجه وعزيزه ومحمد الازرق، يعني تحياتي لهم، يعني ما يخليوش المعزله وما يخليوش الحاج مسكين حتى يوصل شي حاله لا يتلا، لا الحاجه مسكينه وصل حتى الطبيب شي عارف في شي ديال عالي عالي عندهم عزيز كيتهلا فيهم مرضي، وهو قال لك الحاج يعني كان هو الطفل هذا كان موهوب يعني الصغر ديالو كان يحفظ في الجامعه القران، وهو يعني الحاج نعسو ب داك سيدنا عالي يعني يعني عالي قال هو هو الصغر ديال الاولاد ديالو وشاف فيه الصفات يعني ديال ديال الناس اللي طيبين، يعني هو با اللي قال اللي كان في الجامعه على الناس كلشي ملي كيعيشوا في اللوح كيحفظ كينو ديعرض، يعني الانسان كتكي باش انت غتشوف اللوح وعرض راه ماشي سهله في القران، يعني با قال لك يعني كان واحد الانسان مميز محبوب، وعلاش يعني الانسان الله بغاه اعطاه واحد القبول، كيحفظ القران بواحد السرعه، كيحفظ دابا قبل من الدراري غير كيشوف اللوح كيشوف هذه.